السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. فيديو ديال اليوم هو واحد لاطارت كتجي بارده ومنعشه، كلشي كيحماق عليها الكبير والصغير. مكونات ديالها بسيطه بزاف، تقريبا كاس الا ربع ديال سنيده، كاس الا ربع ديال الزيت، وكاس الا ربع ديال الحليب والدقيق، يعني الطحين تقريبا واحد جوج ديال الكيسان. الطحين ديما كنقول على حساب الخليط، يعني كلنا تبارك الله كنعرفوا نخلطوا كيكه. المهم، وجوج ديال البيضات، وواحد الخمارة حمراء، ومعلقة كبيرة ديال الكاكاو المر. هادو هما المكونات فقط، يعني المكونات اللي هما بسيطة ومتواجدين في كل دار. كتخلطوا هادشي عادي بحال اي كيكة، كتخلطوه مع بعضياتو هكايا وتضربوها كمزيان بالباتور ديال اليد، وكديروا في واحد المول دائري اللي يكون كيتحل من الجناب من الاحسن. كدهنوا بشويه ديال الزيت، ترشوه بالدقيق، وتدخلوه على يعني فران درجة معتدلة، عادي جدا. وهذا هو الشكل ديال يعني المكونات ملي كنخلطوهم مع بعضياتهم، كيجيو بحال هكايا. يعني كنعتذر على الطريقه ديال التصوير ديال هذا الفيديو، لانني هذاك السيبوره باش كنت كنصور تهرست ليا، راه غير مره كنشد راسي ومره كيشد ليا ولدي. المهم كنعتذر. هذا ما كاين، صافي كنكب هذا كما قلت لكم في المول وندخلوه للفران. بالنسبه للكيكه ها هي دي وجدات، صافي وجدتها البارح في الليل وخليتها تتبرد. نتوما تقدروا توجدوها في نفس الوقت. وهنا ناخذ واحد هكا نص كاس ديال الحليب بارد، وغنزيد فيه واحد المعلقه ديال داك الشوكولاط، شوكولاط الحلو كل هكا ولا اي نوع عندكم ديال الشوكولاط. انا استعملت هذا، صافي. وهاد الكيكه هادي كنبقى نتكوها هكا بالكيردو باش تشرب لينا مزيان داك الحليب. صافي، دابا غادي نسقيها كامله بحال هكا، نبقى الشكلاط كامل مع كنسربي عندي الضياف. المهم هكا متخافوش منها، سقيوها باش تجي رطبه متجيش ناشفه بحال هكا. اي سقيوها وخليوها تشرب بحال هكا. دابا المرحلة الثانية، غنشدو تقريبا هنا نسيطرو د الحليب، وزدت عليه واحد الكاس، تقدرو ديرو نتوما غنسيطرو. غنزيد عليه واحد الفلون عادي، هذا فلون عادي، وغنزيد عليه فانيا. جوج معالق ديال سنيدة، واحد جوج معالق، وغنزيد واحد جوج معالق ما عامرينش بزاف ديال المايزينا، لان درنا الفلون حتى هو كيجمع. صافي، غنخلط هادشي كامل، وغادي نديرو فوق البوطة غادي يبدا يشد ليا راسو، وغادي نزيد عليه جوج هكا ديال لي بسكوي ديال اوريو او كوكيز. صافي، وغندير هادشي فوق البوطه على عافيه مهيله باش ما تحرقش لينا، ونبقى كنحرك نحرك 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 حتى كنحسو بالخليط ديالنا بدا كيعقد، يعني بدا كيشد راسو، وما غاديش يكون من الاحسن ما يكونش ثقيل، ماشي ديك الكريم باتيس كريم مايزين اللي كتكون عاقده باش ما تجيناش قاصحه هكا بحال الكاواتشو. ودابا بعد ما نتوما كتشوفوا الشكل ديالها، راها عاقده ولكن ماشي قاصحه. صافي، وغادي نزيد عليها دابا هذوك جوج باكيات ديال الاوريو. كما قلت لكم تقدروا تعوضوه بهذا بكوكيز، باي نوع ديال يعني ديال لي بسكوي اللي كيعجبكم. انا جربتها بكوكي، جربتها باوريو، جربتها حتى بهذا بهنريس، يعني باي نوع بغيتو كتجي زوينه. صافي، غنبقى بحال هكا حتى نهرسو كامل، يعني كتهرسوه بطريقه عشوائيه، ما تخافوا منه ما حتى شي حاجه بحال هكا. عادي يعني كيعطي واحد المذاق، تيقوني ان هاد الكيكه كتجي زوينه بزاف ومنعشه، وبنادم كيبدل كيدير شي حاجه هكا جديده طويله بشكل جديد. جربوها وردوا عليا الخبر، متاكده غتعجبكم.
انا درت غير جوج باكيت ديال اوريو، كما قلت لكم تقدروا ديروا شحال ما بغيتوا. نخلط مزيان داكشي كامل صافي، وغادي نخويه فوق الكيكه مباشره. هانتوما كتشوفوا يعني راه داك الخليط عاقد شي شويه، ماشي كاع جاري بحال الحليب، لان كون كان جاري غتشربوا ليا الكيكه كامل غادي ينزل، لا هو راه عاقد. وصافي غندخلها يعني تقريبا ليله كامله، ليله كامله في الثلاجه. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي غزاله، وش حاجه جديده، وش حاجه منعشه. بصحه وراحه، جربوها ما غاديش تندموا عليها.